سلام الله عليكم أولاد الأسود يا معدن اليود ورفيعين الأصل سلطاننا بيزور ديرة بن سعود واستبشروا بالخير صواغ المثل حيب سلالة أطياب الكرم والجود أهل المعاني والمكارم والفضل أشهد بصوت صافي ما لحق منقود وسلطاننا المعظم بيديه الأمل زيارة أشقة حالها صدق العهود وعهد المخوة بالمخوة متصل تمشي بمنهاج التباحث والبنود وتبقى مدى التاريخ ما بين الدول سلطاننا المعظم تسقيه العدود حاز السياسة والكياسة والعقل وعماننا الأبية صيطها مفنود مضرب مثل طول الأزل ما يضمحل يبقى الترابط بيننا لين الخلود وحبل المودة يا عسى ما ينفتل حكامنا سيرة وفاة مضيف زود بمستقبل مشرق على قول وفعل أرض العروبة موطن فحول الفهود من زمن ماضي ما تغير من الأزل هيثم زعيم عمان مقدام الصمود وكذا الملك سلمان دائم في الأول يلها معاني فيها واضح المقصود يشرق عليها النور ما عنها بدل حبل التواصل ما بين الأهل ممدود ماضي ومستقبل وحاضر مكتمل هذه الزيارة رمز الألفة كالعمود بين الأشقة والنعم أشهد أهل عسى عليها نبني آمال وجهود وأوضاعنا للأحسن بجهود البطل جسر الوفا ما بيننا زمن وعقود على الأخا متواصل ما صاب الخلل النهج واضح يبقى خير المردود ومصيرنا واحد على سعد وجدل قطبين لا ثالث لهم في ذا الوجود وفي ملتقاهم تعلو رايات العدل السلطنة والمملكة طود فطود يا رب وفقنا على خير العمل نسألك رب العزة يا الله الودود الخير للدارين في شتى السبل وصلوا على المختار في ركوع وسجود محمد شفيع الأمة وختام الرسل